هي. إذا إخواني الجزائريين تحية لكم كامل، نعيدها لكم الشرفاء الجزائر يحبوا بلادهم كامل. أحييكم أقول لكم أن الملفين موجود ملفين، وأشكر السيد يوسف باجم الذي سخر لنا مكتبين محاماة كبير، واحد في جنيف واحد في 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 إسبانيا في مدريد، تحت تصرف الملف تاع الرشوة اللي قدمناه الآن فانتينو شخصيا. نعم قدم له الملف وراهم مشكلة كبيرة، الفيفا في ورطة، نحن نضغط ونهدد بإخراج الفضائح والأدلة، وآن فانتينو والفيفا تقول يعني راهي تجري باش ما تخرجش الفضائح، باش يلموا الفضيحة بدون ضجيج، لأنها كثرت الفضائح عن الفيفا والكاف. لكن هذه هي الحقيقة خاوتي، واش راه صار هناك ملف تاع الفاف اللي داروها مارا والجماعة مايل، والله كان تقراوه كان تقراوه، راني شفتو يا سي عمارة واش بعثتو للفيفا، يعني فريمون سي ايريسبونسابل، سي نيفو با اوكان نيفو. يعني هذه الحقيقة خاوتي الجزائريين، انه ملفين، هناك ملفين عند الفيفا في الطعم، راهي الدعوة راهي شوف ضغط كبير. واطلب من كل الجزائريين نداء، من كل الجزائريين والتوانسة، خاوتنا التوانسة احييكم تحية، خاوتنا التوانسة الاعلاميين تبردوا على القلب، والله حتى مغاربة الشعب المغربي قاعدين يساندوا فينا، ما نتكلمش على المخزن، مغاربة يساندوا فينا، إعلام في المغرب يساندوا فينا، اللاعبين تاع المغرب تاع الرياضيين الرجاء ينادي على تزاير، سبحان الله، والإعلام عندنا في تزاير سبحان الله يقتل في الأمل، يقتل يعني فريمون، يعني ما تحير ما عينا نلقاو لكم كيفاه بماذا نصنفوا. المهم هذه هي الحقيقة لكل الجزائري، مش بيكتب عليكم حتى واحد، وبإذن الله احنا انا عملي كصحافي استقصائي انشر فضائح، اقوم بعمل، دولت القضية عالميا، كل الاعلام الاوروبي على باله، شوف راسلت الناس كل، شوف خدمت خدمة واجبي، هذا واجبنا كامل، لا انتظر لا جزيلا ولا شكورا. اعيد واكرر للجزائريين، هناك ملفين، ملف الرشوة موجود بالأدلة الدامغة، وأتحدى أي واحد غيار مريض بقلبه يقول يجي ويقول ما كانش، كلها أيام وما بقاش لفانتين، يا يحكموا تاع الجزائر يخرجوا فضائح كامل. قال لك ما تفضحوناش أن فانتينو، قال لك لا نريد فضائح زايد من فضائح الفيفا، راهم زلزلناهم، راني بنيت لهم والله يا خوتي في الفيفا، بنيت لهم أكثر وفي راس، ما خلينا زوريخ، ما خلينا شوف ما خلينا لهم. وشكرا للأخ يوسف باعجة، راو درنا الطلب تاع الاعتصام يوم الخميس، ونعولوا عليكم يوم اللي تحبوا الجزائر، جزائريين اينما كنتم لازم تجيبوا يوم الخميس من الساعتين تاع العشيه، من يعني بعد الظهر حتى الخمسه، وقفه امام الفيفا يوم الخميس هذا 14، واتمنى من الاعلام الجزائري والجزائريين يدولوا لنا هذه المعلومه هذه باش يجيو لنا الجزائر، لانه الجزائريين والله على جال الجزائر يطلع حتى القمر. المهم للضغط لنقوم بالضغط، هناك ضغوطات كبيرة في الكواليس.